السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد، فيديو مغاير تماما لكل الفيديوهات اللي شفتوا معي من قبل. هتشوفوا معي ان شاء الله حفل حناء العريس المغربي. بقوا معنا حتى الاخير باش تشوفوا المراحل كلها وباش تنشطوا معنا شوية. كنبداو بالحليب، كناخدو هاد لي تريك هادو راه كيتباعو عند الناس اللي كيبيعو داكشي د الحلويات وداكشي د الاعراس، راه كيكونوا بأثمنة يعني جد مناسبة. هانتوما كنشدوهم على هاد الشكل هذا، كنديرو لهم البيستولي. انا ما غاديش نطول عليكم حيت الفيديو مازال طويل. هاد الطريقة هادي كنديرو البيستولي، ولا الا عندكم لاكول ولا شي سكوتش ولا المهم، وكنديروا له السلوفان. دابا ان شاء الله غادي ندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي غادي نزوقوا القالب ديال السكر. دابا غادي نوريكم عي كيفاش كنزوقوا هادشي، ومن بعد ان شاء الله عاد غتعرفوا علاش وكل حاجه فين كتحط وفاش كدار. كنحتاجوا بحال هاد لي تريك هادو، كتكون فيهم خميسه على المهم. هادو تقدروا تصوبوهم في الدار، كتاخذوا هاد السنتات هادو بلاتي نوريكم خميسه. المهم ما عرفتش فين مشات ليا. كتاخذوا هاد الخميسات هادو حتى هما راهم كيتباعوا رخاص، وكتصوبوها يعني ما تحتاجوش. بغيتو تشريوها تشريوها، راه كتكون موجوده حتى هي رخيصه. بغيتو تشريوها تسهلوا عليكم مأمورية يعني تزيدوا تنقصوا عليكم هذا الفلوس، مرحبا. المهم كنشدوهم بهذه الطريقه. نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. دابا غادي ندوزو للقريعات. فحال هاد القريعات هادو راه كنظن اي بيت مغربي كاينين فيه هاد القريعات هادو، حتى هما غادي نديرو لهم هاد السنتات. ها هي هاد الخميسات اللي قلت لكم قبيله، كيتصوبو بهاد الشكل هذا. ندوزو باش نعمرو هاد السوان هادو. المهم هادو راه تقدرو تاخدو اي سواني عندكم كبار، اولا تكريو هادو من عند الناس اللي كيكريو هادي. انا مبغيتوش ديرو الضيافر بيان سو، حنا كنهضرو على شي حاجة اللي غادي تطلع علينا شوية رخيصة. غادي نبدا هنا بالريحان. هادشي تقليدي بزاف، وصراحة هادشي خصنا نرجعوه كاع المناسبات عندنا، منخليوش بحال هادشي يمشي. الروائح الطيبة كاينة هنا، الورد، القرنفل، كنحاولو أننا نخليو كلشي يبان، يعني ماشي نحطو حاجة وأخرى متبانش. خليو الصف ديال القرنفل، ديال الورد حتى هو باين، الريحان. ودابا غادي نزيد الخزامه، ولكن غنزيدها بشويه باش ما نخسرش هادشي. هذا هو التفر الاول، غادي نزيد عليه السواك. جاتو الصينيه الاولى، دابا غادي ندوزو للصينيه الثانيه. غادي يكون فيها الحنه ورق طريق الحال. الله على ريحه زوينه.
نحاولوا ناخذ بحال هاد لي بواط هادو. الطريقه هادي هنا غادي نديرو صرغينه ملومه. انا جمعت كاع التقاليد المغربيه القديمه جبتها لكم في هذا الفيديو. تقدروا ديروا شي تخبط ديروا شي حاجه اللي عندكم غير في الدار مثلا شي دلافه ولا المهم كل واحد يزين بالطريقه اللي مناسبه. هذا السنيه الثانيه دابا غادي ندوزو السنيه الثالثه غنديرو فيها مصحف على هاد الشكل هذا. كنتمنى يكون كيبان ليكم كلشي. نديرو مريشات هادشي كنظن كاين كاع البيوت المغربيه الا ما كانش من طبيعه الحال فهادشي كيكون كيتكرا. تقدروا تقضيو باي حاجه عندكم راه مرشات راه كيكونوا في عند كلشي. كنديرو هاد القريعات هادو لي صابت قبيله هادي وحده عمرتها بالماء الزهر. يعني كلشي اللي حطينا في هاد اللي درنا في هاد الحناء عنده ريحه طيبه. هاد القرعه هادي غندير فيها الحليب مي ما غاديش نديرو دابا باش ما يخسرش ليا. هذا كيكون على هاد الشكل هذا السينيه كتكون على هاد الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم هاد الشيء باش نكحل هذا شويه الوسط. هذه هي السينيه الثالثه والسينيه الرابعه ان شاء الله غادي نديرو فيها تقيد العريس غنديرو فيه قفطان الام ديالو ديال جوهرة بهاد الطريقة. غنديرو قارب ديال السكر جوج قوال ديال السكر وباقي خاص البلغة. أنا غادي نجيبها نوريها ليكم. الله أكبر غادي نوريها ليكم. غادي ندير البلغة هنا هادشي غادي نزيد ليها وغادي ندير هاد السميعات هادو الوسط ان شاء الله ملي يكونوا هابطين غادي نشعلهم وغادي تشوفوا معايا كلشي مزيان. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا هذه هي السينيه الرابعه. ها هي درت فيها البلغه رجلي البيت. كنتمنى هادشي يعجبكم. حلقتنا هذه كنتسنى وصول الدقه المراكشيه باش نبداو الاحتفال ديالنا. وصلنا لبيت العريس كنتسنى قدوم العريس للحناء وخدينا هنا الحناء مطحونه وخلطناها مع ماء الزهر باش هذا الخليط هذا تاخذوا الام ديال العريس هو اللي غتحني لي به يديه ان شاء الله.
الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسوش تعطوني ارائكم.